بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة، وكتتعلق هنا طبعا بأنشطة لتقويم التعلمات ودعمها، الوحدة الرابعة المفيد في الاجتماعيات، القسم الخامس طبعا ابتدائي. نشرع على بركة الله. عندنا مميزات وطني الواجهتان البحريتان، ثم عندنا مميزات وطني التوزع والبنية. إذا هنا أصنف الموانئ التالية في جدول مناسب من حيث اسمه والساحل الذي يقع عليه والأنشطة المينائية التي تزاول فيه. عندنا ميناء الناظور، الحسيمة، طنجة، المتوسط، العرائش، الجر الأصفر، أكادير، العيون. إذا نصنف الموانئ من حيث الاسم ديالو، والسواحل اللي كيقع الساحل اللي يقع عليه، واش المحيط الأطلنطي، الساحل الأطلنطي أم المتوسطي، والأنشطة التي تمارس. إذا طبعا الأنشطة اللي معروفة هي كاين الصيد، التجارة، نقل المسافرين طبعا، والترفيه. إذا هنا نبدأ على بركة الله، نطوي الورقة حتى طبعا باش يتبان الصورة واضحة. عندنا بالنسبة لميناء الناظور، ميناء الناظور فطبعا الساحل الذي يقع عليه هو الساحل المتوسطي، الساحل المتوسطي نعم. والأنشطة طبعا راه قريناها في الدرس وحسب الخريطة، عندنا الصيد، التجارة، ثم نقل المسافرين، نقل المسافرين. بالنسبة للحسيمة كما درسنا، عندنا تهي الساحل المتوسطي، وعندنا ديال الناظور عندنا الصيد نعم، ثم التجارة، وعندنا كذلك الترفيه نعم، الترفيه كما شفنا في طبعا في الدرس. طنجة المتوسطي طبعا حتى هو متوسطي في الساحل المتوسطي، وديال طنجة للتجارة، للتجارة ونقل المسافرين، ونقل المسافرين. ثم العرائش، عندنا الساحل والساحل الأطلنطي نعم، على طبعا المحيط الأطلنطي، وعندنا ديال العرائش طبعا للصيد، للصيد. الجرف الأصفر حتى هو أطلنطي، الساحل الأطلنطي، وعندنا للتجارة والصيد. وهادشي عندنا في عندنا في طبعا الدرس خريطة. أكادير حتى هي أطلنطي، والتجارة والصيد والترفيه، التجارة نعم، وزيد عليها الصيد، كذلك الترفيه، الترفيه نعم، الترفيه. أخيرا طبعا العيون، حتى هو جا الساحل الأطلنطي، التجارة والصيد والترفيه نعم، حتى هو التجارة والصيد، التجارة كتبان الصورة، التجارة ثم الصيد. هذا طبعا بالنسبة للنشاط الأول. السؤال الثاني يقول هنا هنا أبين مميزات ميناء طنجة المتوسط من حيث أهميته وطبعا وقيمته على المستوى الوطني والإفريقي. إذا الأهمية ديالو والقيمة ديالو على المستوى الوطني والإقليمي. إذا ممكن نجاوبو هنايا، ميناء طنجة المتوسط يعني كيتميز أنه فيه صناعة العربات والشاحنات، العربات والشاحنات نعم، عندنا نقل المسافرين، نقل المسافرين نعم، التجارة نعم، وهو أكبر، إذا القيمة ديالو أكبر ميناء على الصعيد الإفريقي، أكبر ميناء على الصعيد الإفريقي، أكبر ميناء على الصعيد الإفريقي. نمر إلى التمرين الثاني. ها هو عندنا هنا، لاحظوا وسائل الصيد هنا صورة واحد، ثم وسائل الصيد في الصورة الثانية. أصفوا وسائل الصيد البحري الممثلة في كل من الصورتين. إذا بالنسبة للصورة هذه فطبعا الصورة واحد، لاحظوا الصورة واحد، عندنا في الصورة واحد، الصورة واحد. إذا عندنا هنا لاحظوا جيدا، عندنا وسيلة صيد حديثة ومطورة، وسيلة صيد حديثة نعم ومتطورة، وتصطاد طبعا في ليس في الساحل وإنما داخل البحر. صورة اثنان، لاحظوا الصورة اثنان، عندنا القوارب. إذا
الصورة اثنان، عندنا يعني الصيد يتم طبعا اعتماد على القوارب. نعم، اعتماد على القوارب، وهي وسائل بسيطة طبعا كتكون غير على الساحل، صيد طبعا على الساحل فقط. هنا اذكر طبعا ثلاث، باقي السؤال هنا، اي الوسيلتين واحد او جوج اكبر من حيث صيد الاسماك؟ شكون هي؟ طبعا هذه الوسيله التي اكبر من حيث، هي الوسيله الاولى لانها مطوره وحديثه طبعا تصطاد، هي اللي كتصطاد اكبر. اذا هل الجواب ديالها هو الصوره طبعا اثنان، الصوره واحد اعتذر. ثم عندنا اذكر ثلاث اسماء، ثلاث موانئ مغربيه مختصه طبعا في الصيد. اذا عندنا طبعا الموانئ، عندنا العرائش معروفه، نعطيو ثلاثه، العرائش، اسفي، كاينه الصويره، ثم طبعا كاينه اكادير، نعم، وغيرها. المهم العرائش، اسفي، الصويره، واكادير طبعا وغيرها، هناك مجموعه من الموانئ اكثر من ثلاثه. هنا غنمر للسؤال الثاني او التمرين الثاني، والذي يقول أعرف بالطريقة التي يتم بها حساب الكثافة السكانية وأعطي مثال بخصوص كيفية كتابتها. إذا شنو هي؟ أعرف الكثافة السكانية، نعطيه طبعا واحد التعريف بسيط، شنو هي الكثافة السكانية؟ أعرف بالطريقة التي يتم الحساب بها. إذا الكثافة السكانية، الكثافة السكانية، نعم، شنو كتساوي؟ يعني مجموع السكان، مجموع السكان تقسيم المساحة على المساحة اللي كيشغلوها. يعني السكان هما ابيتون اش بي، والمساحة كتكون بالكيلومتر مربع عليها. كما كنحسبوها تلقاو مثلا، كنلقاو لقينا 40، نقولو 40 ابيتون في كل كيلومتر مربع. نعطيو مثال نحسبوه، مثلا في شي قرية ولا شي هذا، عندنا مجموع السكان، مجموع السكان مثلا 12200 مثلا ابيتون، والمساحة مثلا نديرو 60، مثلا 60 كيلومتر مربع، افترضوا هذه. اذا الكثافة السكانية شنو نديرو؟ هي مجموع السكان قسمو على 60، لا المساحة، نعم، عطينا هنا 20. اذا نقول 20 ابيتون في كل كيلومتر مربع. هذه طريقة، هذه هي الكثافة السكانية، كيفاش نحسبوها؟ طريقة الكثافة. وعطينا مثال، ما معنى التوزع السكاني؟ نعم، التوزع السكاني، خلينا نشرحوه. التوزع السكاني هو متوسط، نعم، هو متوسط عدد السكان، سنحفظوها عندنا في الدرس، ومتوسط السكان الذين يقطنون، طبعا الذين يقطنون فين؟ في منطقة جغرافية معينة، واحد في منطقة جغرافية معينة، معينة، نعم. إذا هذا هو تعريف ديال التوزع السكاني، هو متوسط عدد السكان الذين يقطنون في منطقة جغرافية معينة. هنا قالوا لنا هذا الجدول هذا، عطيونا وحد في الجدول التالي بعد نقله في دفتري ثلاث عوامل مؤثره لاختلاف الكثافه، كتكون كثافه سكانيه مرتفعه وكتكون كثافه سكانيه منضعفه. اذا بالنسبه للمرتفعه غنديروها هنايا، هنا مرتفعه، كثافه سكانيه مرتفعه، وهنا ضعيفه. اعتذر على الكتابه. طبعا مرتفعه تيكون المناخ معتدل، كاين تساقطات، ثم كيكون تضاريس منبسطه، يعني تضاريس منبسطة، ثم كيكون نشاط مينائي، كاين النشاط ديال الميناء، نشاط مينائي ورواج سياحي، رواج سياحي. هذه عوامل كتكون كثافة سكانية مرتفعة. أما ضعيفة تكون مناخ صحراوي جاف، تكون جبال، التضاريس الصديرة، جبال عالية، سفوح شديدة الانحدار، ثم
تربة غير خصبة، هذه التربة ماشي غير خصبة وغير صالحة للزراعة، غير خصبة وغير صالحة للزراعة. كنتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحصة.